Hi guys! I feel good. Welcome back to my channel. متحمسة جدا جدا لفيديو النهاردة، مش علشان النهاردة هناكل اكل سبايسي لمدة يوم كامل وانا بعشق الاكل السبايسي، لا مش هو ده السبب. انا متحمسة لانه النهاردة هبدأ معاكم سلسلة جديدة هنا على قناتي على اليوتيوب، وهي اني اعمل حاجة معينة لمدة اسبوع كامل. الحقيقة انه فكرة الفيديو بتاع النهاردة مش فكرتي انا، هي فكرتكم انتو. في واحدة من كام يوم سبت لي تعليق انا الحقيقة مش قادرة الاقيه، لكن التعليق كان بيقول: روان ليه ما تعمليش تحدي وتاكلي اكل سبايسي لمدة يوم كامل؟ فقلت انه مش هاكل الاكل ده لمدة 24 ساعة، كل حاجة هاكلها لمدة اسبوع من النهاردة هتكون اكل سبايسي حراق مولع نار شطة والله يكون في عون معدتي وبطني وكليتي وكل حاجة. روح الله يسلط عليك. انا بصراحة مش عارفة لو جسمي هيستحمل ولا لا، لكن حابة اجرب وحابة اشوف كمان هل انا هصمد اني اكمل اسبوع كامل باكل بس اكل سبايسي حار نار. نايس. وقبل ما نبدأ اكيد حابة اعرض تعليقات النهاردة من البنتين الجمال دول. حابة اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن، وانا بحبكم قد الدنيا كلها. ولو انتوا حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو، سبسكرايب لقناتي، واخر حاجة انكم تسيبوا التعليق بتاعكم تحت. بس جايز دلوقتي التحدي ده هيبدأ من دلوقتي، من اللحظة دي هنروح على السوبر ماركت نجيب كل حاجة هنحتاجها لمدة اسبوع كامل. So let's go. طبعا يا جماعة مستحيل اعمل التحدي ده من غير ما اخد اندومي تكون حارة. دي طبعا اللي هي اكتر اندومي حارة في العالم، سو هاخد واحدة. وطبعا هنا في صوصات الحراقة، وده اكتر واحد حراق اللي هو مكتوب عليه اكسترا هات، فبرضه هاخد واحد. طبعا ده برضه من اكتر الشيبس اللي بيبقى حار، سو هاخد واحد. واكيد طبعا الكيتوز ده يا جماعة عشقي 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 التاكيز. ماتش 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 ليتر. زعلتوني. او ماي جاد جايز، شايفين شكل عيني؟ لو في حد دلوقتي ما يعرفش ان انا عندي حساسية في عيني وعيني كل شوية تدمع، مش هيعرف دلوقتي ان انا مش بعيط بجد. شوفوا ازاي. خلوني اغير اللون اللي ورا ده لانه مش عاجبني الصراحة. ده احلى. اوكي هنخلي ده. اوكي يا جماعة، وهو ده هيكون اول يوم واول وجبة من التحدي بتاعنا اللي هو ناكل اكل سبايسي لمدة اسبوع كامل كل يوم. طبعا انا لما اجي اقول لكم اكل سبايسي مش قصدي خالص انه اكل سبايسي زي كنتاكي ولا زي برجر كينج ولا زي ماكدونالد سبايسي، لا انا قصدي اكل سبايسي فعلا مولع نار حار، اكتر اكل حراق في العالم هنكون بناكله النهاردة لمدة اسبوع كامل. مبدئيا كده انا عايزه اقول لكم انه انا انسانه ما عنديش جدول اكل معين، وهفهمكم ده معناه ايه. من كتر ما انا بشتغل على قناتي على اليوتيوب او على حاجات تانية في حياتي بنسى الاكل، حرفيا بنسى ان انا اكل اصلا. ما بفتكرش الاكل غير بس الساعه تقريبا 8 بالليل او 9 بالليل، يعني بعد 8 بالليل انا ببدا انه اوه روان انت جعانه ما اكلتيش اي حاجه النهارده. المهم طبعا رحت السوبر ماركت، جبت حاجات كتير قوي من السوبر ماركت، يعني مثلا جبت الاندومي الحاره دي. دي يا جماعة أحر اندومي في العالم. عندنا أنواع تشيبس كمان حار. في حاجات كتير قوي جبتها صراحة من السوبر ماركت حلوة. الساعة مثلا دلوقتي 10 بالليل وأنا لسه مكلتش أي حاجة من الصبح، وده لأنه النهاردة فعلا يا جماعة كان من الأيام اللي حاجات كتير قوي عكس بعض حصلت. فوجبة النهاردة هتكون للعشاء وهتعشى معاكم سبايسي نودلز. حرفيا هو ده هيكون اكلي للنهارده، اكلي الوحيد. خلونا نروح نعملها. Let's go. انا بحبش الانجل ده لانه بيطلع الدبل تشين بتاعي. المهم هاي علشان يعني اصعب حياتي شويه واصعبها شويه على بطني اكتر، فقررت اني اجيب كمان اكتر كيمتشي حار في العالم اللي هو اكيد الكيمتشي ده. ده يا جماعه اكتر حاجه حراقه انا جربتها في حياتي. رموشي عاملة زي رموش العنكبوت. طبعا علشان المصداقية يعني وكده، فهعملها قدامكم من الواحد للصفر علشان ما تقولوش روان كسبت علينا وما حطتش الصوص كله وكده. ودلوقتي طبعا هنحط الاندومي. اولا لا. ودلوقتي جه اخطر بارت، وهو ان احنا نزيد الصلصة الحارة.
انا هخرج من البيت ده ومش راجعه تاني. اوه جايز شايفين اللون؟ انتوا بس من اللون هتعرفوا هو ازاي سبايسي. وهحط كله ياس. اوه الريحه 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 الريحه. وهنا عندي اكلي للنهارده واللي هو سبايسي نودلز مع الكيمتشي السبايسي الحار نار. طبعا عندي هنا الميه يعني مفيش اي كلام. انا عارفه انه الميه مش بتعمل حاجه ومش بتفيد لما يكون في سبايسي نودلز. اللي بيفيد المفروض هو الحليب، بس معلومه عني يعني لازم تعرفوها ان انا ما بحبش اشرب حليب، فعلشان كده عندي ميه. ونقول بسم الله ونجرب. هعمل نفسي كاني بعرف استخدم التشوبستكس، بس في الحقيقه انا بعاني لحد ما اعرف استخدمهم. او ماي جاد وحيات رب الكعبه ما بقور. او ماي جاد جايز الصدمه 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 من الطعم. انا بقالي قد ايه مش واكله النودلز دي وناسيه هي قد ايه سبايسي. لا 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 لازم ميه. تخيلوا ان الميه حرقتني اكتر. الكيمتشي طعمه يجنن على فكره يا جماعه. مش قادره اقول لكم ازاي بقي بيتحرق دلوقتي بجد، حتى كلام مش قادره اتكلم. وبما انه دي طبعا بدايه التحدي، ففي حاجه غبيه قوي في راسي انا حابه اني اعملها، بس عارفه ومتاكده ان انا مليون في الميه هندم عليها. استنوا. هوت صوص. يا نهار جايز حطيت كتير، حطيت حرفيا كتير كتير. شوفوا الله يستر بجد عليا من الفيديو ده. شايفين شكل النودلز بقى عامل ازاي؟ ريحتها شطة. او ماي جاد يعني راحت بجد من ليفل 10 لحد ليفل 100 مثلا. هروح اغسل بقي بجد مش قادره. A few moments later. ده اكتر تشيبس طعمه حلو في الحياه يعني فعلا. لو ما جربتوش التشيبس ده لازم تروحوا تجربوه. Good morning sunshine. صباح الخير. النهارده اليوم الثاني من التحدي ده، وانا دلوقتي قاعده بشرب الكافي بتاعتي. انا بجد اسوأ حاجه يمكن عملتها في حياتي كلها انه امبارح بالليل في الوقت اللي انا اكلت فيه ده اكلت حاجات سبايسي قوي، وده خلاني اصحى بعنايا منفوخين كده زي ما انتم شايفين، وكمان مناخيري مسدوده. فبجد حالتي حاله من التحدي ده. سو اول ما صحيت شفت تيك توك وكنت قاعده بدور على اكلات سبايسي اكلها او اجربها، ولقيت بافلو تشيكن وينجز كان شكلها يجنن يشهي، وفعلا حبيت جدا اني اجربها النهارده معاكم. سو هو ده هيكون الغدا بتاعي للنهارده. مين اللي عمل كده في الكرسي؟ مين؟ مين؟ انطقي. اوكي يا جماعه، سو انا دلوقتي في المطبخ كالعاده، دايما في الفيديوهات دي بعملها لكم من انا مأكلاكي خمس مرات يا دوبة. يا دوبة قولي نوان قولي نوان. اول حاجة عندي هي التشيكن ستريبس دي. دي طبعا ستريبس سبايسي، وعندي انواع كتير قوي من السوسات الحارة دي اللي هي السبايسي اللي هي فعلا فعلا بتيجي حرقة جدا. طبعا الاول هحط الفراخ هنا في الاير فراير، ودلوقتي طبعا هبدأ اجهز الصوص السبايسي الحراق الحار نار. خلونا نجهزه مع بعض يا جماعة. صوتي على فكرة بتسرق. لا دي صوصاتي انا، هنحط الهوت صوص. واخر حاجه اللي هو صوص الثوم. اوكي والفراخ بقت جاهزه. عشان اخلي شكلهم عامل زي التشيكن وينجز فهقطعهم كده مكعبات صغيره. واو. وبكده يكون الغدا بتاعي النهارده بقى جاهز. او ماي جاد جايز انتوا شايفين شكل الطبق ده ما احلاه. شوفوا ما اكبر كوبايه الميه دي يا جماعه. هو ده فعلا الحجم اللي انا محتاجاه للتحدي ده. طبعا الفراخ انا سايباها بقالي نص ساعه تتشرب كميه الشطه الموجوده هنا. مع انها سبايسي موت لكن طعمها خرافي. او ماي جاد
والله غبي والله غبي. جايز عايزاكم كلكم دلوقتي حالا تنزلوا تسيبولي تحت في الكومنتس ايه اكتر اكلة سبايسي بتحبوها، واصلا اذا انتوا بتحبوا الاكل الحراق ما بتحبوش الاكل الحراق اكتبولي تحت في الكومنتس. المهم هقعد دلوقتي واكمل اكلي وبعد كده عندي شغل كتير اعمله لحاجات تانية، سو هشوفكم بكرة. يا جماعة النهاردة اليوم الثالث من التحدي ده وانا باكل كل يوم بس اكل حراق. صراحة في اول التحدي كنت متحمسة جدا على التحدي ده وكنت يعني مبسوطة قوي، معرفش ليه الحقيقة، وفعلا فعلا كنت ناوية اني هعمل التحدي ده لمدة اسبوع كامل او 7 ايام بالظبط، بس فعلا بعد ما كملت يومين حسيت انه بطني فعلا بدأت توجعني وجع مش طبيعي، فقررت ان انا هعمل التحدي ده لغاية يوم الخميس، يعني هنكمل 5 ايام وانا بس باكل اكل حراق. النهارده الثلاث، ويس انا كنت قايله لكم قبل كده انه انا هاكل الاكل ده الصبح او العصر، لكن للاسف طول اليوم ما اكلتش اي حاجه والساعه دلوقتي تقريبا 9 بالليل. ولما رحت على السوبر ماركت كنت جايبه الاندومي الحاره دي، فتقريبا كده هو ده هيكون عشايا للنهارده. ولو بتسالوا نفسكم كلت ايه من الصبح، تشيتوس. قبل ما الوقت يتاخر اكتر خلونا نروح نجهز العشاء. والاندومي بتاعتنا بقت جاهزة وهو ده شكلها. شوفوا هو الصوص اللي جواها مش بس احمر، هو غامق قوي، تحس ان هو قالب على اسود، فده معناه ان هي سبايسي قوي. وطبعا مع الاندومي هاكل الكيمتشي الحار، نار نار نار. جايز الكيمتشي ده سبايسي بطريقة مش طبيعية، مش عارفة ليه بس بقيت حاسة ان الفيديو ده برعاية الاندومي والنودلز. طعمها صراحة يجنن. السبايسي اللي فيها اللي هو اوكي سبايسي قوي، في بعض الناس ممكن ما يستحملوش بس انا بالنسبة لي عادي، طعمها حلو قوي. عايزة احط عليها شوية من الكيمتشي الحار ده، فهاخد كده كيمتشي وهحطه على النودلز. او ماي جاد جايز الكيمتشي هو اللي بجد سبايسي. كيس كنت على تيك توك وشفت انه في ناس بياكلوا حاجة غريبة قوي وهي تشيتوس وبيعصروا عليه ليمون، فحبيت اني اجرب بما انه التحدي ده هو تحدي الاكل الحار. اعتقد والله اعلم ان انا مجرباها قبل كده، بصراحة مش فاكرة، بس عندي هنا حتة الليمون، نعصر شوية من اللايم. اوكي ونقول بسم الله ونجرب. طعمه حلو قوي. حاسه ان انا من كتر ما اكلت اكل حراق لساني اتعود على الطعم. خلوني اقول لكم انه حقيقي 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 نفسيتي تعبت من التحدي ده. انا مبسوطه جدا ان احنا كل يوم قاعدين بنشوف بعض لمده اسبوع، ولكن زهقت وتعبت وحتى بطني تعبت جدا من السبايسي فود، نفسي بس اكل اكل طبيعي، اكل عادي، اكل مش سبايسي. المهم النهارده اليوم الرابع، يعني اليوم اللي قبل الاخير من نهايه التحدي ده، وانا بصراحه يعني مبسوطه شويه. دي على فكرة أول مرة في حياتي أعمل فيها تحدي أسبوعي زي ده، يعني كل يوم كل يوم لازم أفتح الكاميرا قبل ما أكل وأوريكم هاكل إيه، ولازم أكل حاجات معينة. فهكون صريحة معاكم أفكاري قاعدة بتخلص، يعني مش عارفة أكل إيه وفي نفس الوقت مش عايزة أكل نفس الحاجة كل يوم علشان أنتوا ما تزهقوش وكمان أنا ما أزهقش. فقاعدة بفكر دلوقتي إنه أنا أطلب أكل هندي يكون حراق نار، ودلوقتي هطلب الأكل الهندي من تليفوني علشان يوصل، لأني بصراحة جعانة وما أكلتش أي حاجة من الصبح كالعادة. زي ما قلت لكم في بدايه التحدي ده بصراحه ما عنديش جدول معين للاكل خالص، بالعكس يعني بحس محتاجه حد ينظم لي اكلي، لانه الساعه دلوقتي 7 بالليل وانا لسه ما اكلتش ولا اي حاجه، بس بعيش على الكافي وبعدين باجي افتكر الاكل بالليل انه اوه روان انت نسيتي تاكلي. فيا هطلب الاكل الهندي وهشوفكم تاني لما يوصل. A few inches later. هاي تيدي بير. هو احنا ليه كده شكلنا عاملين تاني؟ اوكي يا جماعه وصل الاكل، شوفوا شوفوا دي اكتر حاجه سبايسي عندهم اللي هو التشيكن تندوري. تشيكن تكا يا، بس انا جايباها سبايسي سبايسي، فدي هتكون بجد حراقه قوي. وفي هنا النعناع.
تتخيلوا يا جماعه عندهم عصير سبايسي. عمركم في حياتكم شفتوا كده؟ ايه اللي حاطينه ده؟ والله عصير سبايسي هلبينو ده اللي حاطينه ده، ما اعرفش يعني. شوفوا تحسوا العصير شكله غريب قوي. العصير ده جواه اسمه ايه، تشيلي باودر، اللي هو الباودر اللي بيبقى باودر حراق. انا متحمسه قوي على البهارات في عصير ازاي. والله حاطين يعني فلفل في العصير، وطبعا تاكيز مع الاكل، ده شيء اساسي. شوفوا جايز يوم دي هتكون حراقه قوي لاني اول مره في حياتي اطلبها يعني سبايسي بجد. اتفضل. يوم رهيبة. السبايسي بتاعها حلو قوي. اول مرة نجيبها كده. وفي كمان حاجة تانية. زكي. او ماي جاد. واو. او ماي جاد. تقريبا احنا اخترعنا اكلة جديدة. هنقدر يحطوها في المنيو. يا جماعة واو. تاكيز جربوه مع الاكل الهندي دمار. اذا ما كنتوش تعرفوا يعني الاكل الهندي عاده بيجي اوريدي سبايسي، فانت لما تقول له اكسترا سبايسي فاهمين انتوا. اوكي سو هنجرب العصير. طعمه عصير مانجا يعني اخره فيه شويه سبايسي بس طعمه غريب قوي. يس يس يس، تحسه في اخر خالص، في اخره خالص فيه كده شطه شويه. انت ولا هنا اصلا. انا مندمج معاك. 10 من 10. واخيرا وصلت، بقالي اسبوع كامل بستناها. ريحه نظافه كده، عارفين ريحه النظافه. النهارده يوم الخميس وده معناه ان النهارده اخر يوم من التحدي الاسبوعي ده، وبما انه النهارده اخر يوم من التحدي سو حبيت اني ادلعكم شويه، فعشان كده حطيت لكم روج لونه احمر. على فكره لاحظت حاجه النهارده، وهي اني طول الاسبوع ده ما اكلتش خالص رز. كنت قاعده بدور في اليوتيوب انه ايه الحاجات اللي ممكن اكلها وتكون سبايسي، وجيت على الفيديو اللي هنا ده يا جماعه. او ماي جاد قد ايه اشتهيت الرز اللي البنت كانت بتاكله. كانت قاعده بتاكل رز كده لونه احمر سبايسي جدا، والرز ده كان فرايد رايس. فعلى طول لما صحيت النهارده وبعد ما رجعت من بره لاني كان عندي مشاوير كتير بعملها النهارده، طلبت الفرايد رايس ده. انتوا مش فاهمين بجد انا قد ايه بعشق الرز. عندي كده بيني وبين الرز كده حب مش طبيعي. طبعا الرز ده هيكون سبايسي جدا جدا جدا. يمكن دي تكون اكتر حاجة سبايسي في الفيديو كله لانه من مطعم صيني متخصص في الاكل السبايسي والحراق وكده، فربنا يستر. انا دلوقتي طلبته مستنيه يجي، سو هشوفكم اول ما يجي. وصل وصل وصل. واو واو واو، شايفين شكل الفرايد رايس ده ما احلى. فهنعمل كده، واكيد طبعا تفتكروا روان هتاكل ايه مع الفرايد رايس. ترى اكيد الكيمتشي السبايسي الحار نار. شكله يجنن. ونقول بسم الله ونجرب. الرز اوريدي مولع وانا لسه خليته حرق اكتر. طعمه رهيب. وبكده جايز اقدر اقول لكم انه وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وصلنا لنهايه التحدي. حاسه ان انا بجد جسمي محتاج ان هو يشرب ميه لمده سنتين لقدام لحد ما اعوض اللي حصل لي في التحدي ده. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم والتحدي ده يكون عجبكم. اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اول باول. وبس عايزه اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز. Spicy.